مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، ودايما منورني وشرفني كالعاده في بيتكم الاهلي. والاهلي الليله ان شاء الله هيبقى معانا في فقرتنا نجم مشير حنفي، نجم الاهلي ونجم مصر ان شاء الله بعد الاخبار. وهيبقى معايا كريم احمد على التليفون عشان اطمنكم على اللي حصل في المران القبل الاخير قبل السفر ان شاء الله بكره للاسكندريه لماتش السوبر بين الاهلي والزمالك. هنشوف الاهلي والزمالك مرتين، يعني هنستمتع ان شاء الله باللقاء. وصراحة مش عايز اتكلم يعني عن الاهلي والزمالك كتير، هنتكلم معاه مع ضيف الكريم بعد الاخبار. لكن اللي حصل الفترة الاخيرة من الجماهير، كل الجماهير بصراحة في مصر في دعم اللاعب الكبير، لاعب نادي الاهلي ولاعب مصر مؤمن زكريا، كان حاجة بصراحة يعني تقشعر لها الابدان فعلا وحقيقة. لما الاقي جمهور الزمالك كاتب على صفحاته وصفحات نادي الزمالك كمان كاتب على صفحاتها ارجع يا مؤمن، حتى لما تجيب فينا جوان وتحط ايدك على ودانك وتطلعنا لسانك هنبقى مبسوطين جدا، بس ارجع. كانت حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى العظمه، يعني حاجه تفرح وتزعل شويه ان انا ما قدرتش اكتب بصراحه. يعني بعد خساره الزمالك ما قدرناش نكتب بقى ونهزر زي اللي قبل كده بصراحه، احتراما لكل الجماهير اللي كانت يعني مؤازره المؤمن زكريا. جماهير اصيله، جماهير معدنها اصيل، كل الجماهير المصريه بلا استثناء ظهرنا فعلا في وقت كلنا كنا محتاجين دعم اللاعب الكبير مؤمن. كل الجماهير دعمته في كل مكان، حتى الناشئين اهلي زمالك اسماعيلي مقاولين في كل الانديه دعموا مؤمن بطريقه هايله وطريقه كلها احترام، كلنا احترمناهم. دايما بقول الجماهير هم الحاجه الحقيقيه في الرياضه، هم الحب الكبير، هم الخط الاحمر بمعنى الكلمه. كل التقدير والاحترام لكل الجماهير المصريه، ودايما يا رب دايما كده مساندين لفرقكم ودايما مساندين لكل لاعب يستاهل ان احنا نسانده. لغايه لما يجيبوا لنا كريم احمد، خلاص اتحاد الكوره اختار الحكم الالماني بريش حكم المباراه السوبر، القمه بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي ان شاء الله، المقرر اقامتها بعد غد الجمعه ان شاء الله، السبت اسف. الحكم اسمه فيليكس بريش، الحكم عنده 43 سنة ألماني، طبعا افتكرتوه على طول، لسه حاكم مباراة ليفربول ونابولي اللي خسر فيها ليفربول 2-0. يعني بيثور حوله الجدل، أو الصحف الرياضية دايما بتقول حكم مثير للجدل. مثير للجدل ليه؟ يعني في ضربات جزاء ممكن يحسبها، في ضربات جزاء بتبقى باينة جدا ما يحسبهاش. يعني حكم كان مرشح لإدارة السوبر قبل كده في 2016 من الاهلي والزمالك، لكن التكاليف الماديه كانت عائق ان هو يجي يحكم هذه المباراه. اكيد افتكرته شكله، حكم كبير جدا، كبير يعني في المستوى التحكيمي، لكن هو 43 سنه مش كبير في السن. ان شاء الله يكون موفق في لقاء القمه يوم الجمعه ان شاء الله. انا قلت السبت، يوم الجمعه ان شاء الله الاهلي والزمالك. قلنا خلاص، في يعني نتكلم كمان مع الحكم، مع النجم مشير حنفي لما يشرفني ان شاء الله، نتكلم هل هو فعلا ممكن يؤدي على احسن ما يكون. مباراه بتبقى حساسه جدا، مش محتاجه اي اخطاء. هو حكم الرياضه او الصحف العالميه الرياضيه بتوصفه ان هو مثير للجدل، هنقول برضو مثير للجدل ليه بالتفصيل، لكن خلينا نتكلم مع ضيف الكريم لما يشرفني ان شاء الله. 4500 تذكرة، ده اللي طرحه الاتحاد كرة المصري أو اللجنة الخماسية للأهلي والزمالك. كنا بنتمنى أن الجماهير تكون أكتر من كده، لكن ده المتاح، وهنفضل نقول خلاص بندعم، ويعني لغاية لما نشوف الجماهير بتملى الاستاد. احنا شفنا الجماهير قبل كده وكنا متفائلين أن ممكن يبقى في جماهير أكتر من كده، لكن 4500 ماشي. 100 جنيه للدرجة الثالثة و300 جنيه للدرجة الأولى، مفيش فئات تانية، هي 100 جنيه و300 جنيه، ده اللي قاله العميد محمد مرجان أو كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. قال كمان التذاكر المخصصة لأعضاء وجميع النادي الأهلي هتطرح من خلال النظام الإلكتروني أونلاين اللي احنا متعودين عليه ابتداء من الساعة 6 مساء اليوم، لتكون متاحة أمام الجميع دون تمييز، وحتى لا يحدث أي تجدس أمام منافذ البيع اليد. وده كلام العميد أو كابتن محمد مرجان.